مرحبا مشاهدينا الكرام مع فقرة جديدة بعنوان فقرة أو الفقرة القانونية. في عصر رقمي أصبح فيه الإنترنت هو المسيطر على كل تفاصيل حياتنا، وباتت التجارة الإلكترونية وسيلة تختصر عمليات الشراء والبيع بين الزبائن ورجال الأعمال. لكن كيف يمكن ضمان الحقوق وتفادي الوقوع في شرك النصب والاحتيال؟ هذا إن شاء الله تعالى بنتعرف عليه من خلال فقرتنا باستضافتنا الأستاذ راشد بن سويدان، محامي واستشاري قانوني في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. صباح الخير استاذ. صباح النور لكم جميعا وللساده المشاهدين. الله يحفظك. طبعا اليوم يعني مثل ما قرينا في المقدمه، اليوم ما شاء الله التجاره الالكترونيه يعني باتت كثير، يعني ما شاء الله الناس الحين ما بنقول احنا كسل من الناس، لكن يعني اختصارا للوقت واختصارا مثلا ساعات نحصل اسعار مثلا معينه. لكن صحيح. اليوم تحدثنا بشكل عام في البدايه، شو هي التجاره الالكترونيه هذه وكيف ممكن؟ اولا نحن نعرف اهميه التجاره. نعم. والتجارة في الوقت الحالي مع تطور الوقت والمجتمع يعني تطورت إلى تجارة إلكترونية. تمام. والتجارة الإلكترونية هي معاملات تجارية تقوم عبر وسائل الإنترنت، وهي شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة أخرى إلكترونية، سواء هاتف متحرك أو عبر الإعلانات التلفاز. فهذه كلها من وسائل التجارة الإلكترونية. نعم. وتقوم من خلالها عبر التسويق، البيع والتوزيع، هذه كلها عبر التجارة الإلكترونية. نعم. موجودة. طيب اليوم نسمع عن فوائد وكذلك سلبيات للتجارة. نعم. الإلكترونية، عرفنا على الإيجابيات والسلبيات من ناحية الحقوق يعني والواجبات كذلك. لله الحمد حكومتنا رشيدة اليوم في ظل مواكبتها للتطور فاهتمت في مجال الإلكتروني خاصة. صحيح. في التجارة الإلكترونية. صحيح. فهناك عدة جوانب إيجابية. نعم. يعني تفوق الجوانب السلبية. نعم. لو يعني بمثال بهذه الجوانب اليوم في السرعة في الوقت والجهد. صحيح. أيوة. اليوم الواحد يسير بدل ما يروح للسوق وينزل وهذا خلال يعني وقت وقت معين. صح. يدش للشبكة، شبكة الإنترنت. نعم. ويشوف السلعة الموجودة. صح. تمام. ويشوف ويختار، وهذا وفر الوقت. صح. والجهد من خلال. نعم. هذا. نعم. كذلك من حيث هذا بالنسبة للباع. نعم. كذلك من حيث المشتري عفوا. نعم. أما بالنسبة للباع هنا. نعم. هنيها في حالة التسويق يعني. نعم. يوفر أول شيء إن. صحيح. الموظفين. نعم. تمام. وثاني شيء بدل ما يفتح له فرع مني وهذا فيوزع التجارة تكون عالمية أو محلية. نعم. بدل ما يطلع إعلانات مثلا. أيوة. بالملايين مثلا عند الحين الوسائل والإنترنت هذا يسوي له صفحة وينشر. صحيح. اليوم مثل ما ذكرت اليوم توجه الحكومة مثلا في الحكومة الذكية إن شاء. نعم. الله تعالى احنا يعني على صدد. اليوم كيف نعرف احنا من خلال هذه المواقع الإلكترونية ان مثلا هذا الإعلان قانوني او ان ما فيه يعني مثلا نصب واحتيال، يعني مدى مصداقية هذه الشركة؟ نعم. في البداية الواحد يتأكد من يعني ممكن في جهات مختصة تسأل عن الموقع الإلكتروني. نعم. يعني الجهة او الشركة الذي تقوم ببيع هذه السلع. نعم. تمام. من حيث بياناتها، من حيث أرقام تلفوناتها، كذلك نشوف تقييم العملاء في. نعم. موجود تقييم العملاء، فانت. نعم. من خلال هذا التقييم انت ممكن تشوف هل يعني هذه الشغله قائمه او وهميه او. نعم. ممكن هذا الفرد وهمي او. صحيح. انتحل صفه الغير. نعم. وقام يعني بيع اشياء مغشوشه او. نعم. مش مغشوشه عفوا، مش موجوده بالاساس. نعم. يعني. نعم. فهني تتعرض لحاله نصب، الواحد يتاكد من خلالها قبل ان يعطي اي بيانات او معلومات، و يعني في جهات مختصه نفس ما خبرتك ممكن يستفسر لها وتسال. ايوه. زين كيف الشخص اليوم يضمن حقه قبل لا يدخل في اي معاملات تجاريه الكترونيه مثلا او حتى شراء منتج، خصوصا انه يمكن وللاسف يعني بشكل عام. نعم. العرب يعني اكثر شيء نحن من النوع اللي دائما يمكن ما نقرا الشروط والامور. صحيح. هذه اي شيء يجي نسوي
موافقين وخلاص ونكون على ضمان ان هذا الشيء مثلا مؤكد، بعكس الغرب. الغرب بالعكس يمكن كل كلمه يقروها ويدققون ويراجعون كعقد، كانه عقد عاد، لكن نحن يمكن ناخذ الموضوع شوي بسهوله. فاليوم كيف الشخص ممكن يضمن حقه؟ اولا اول شيء السلعه، شوف مواصفات السلعة. يعني في مواصفات يحطون في الإعلان، هذه مواصفات 1، 2، 3 قيمتها. يعني ممكن يغالطك في قيمة أنك أنت قيمتها بالشكل هذا، باكر تتفاجأ أنه لا، في دفعات وفي يعني. فهني الواحد يتأكد قبل أنه يبرم هذه الصفقة. يعني اليوم أخوي راشد، نشوف مثلا في شركات معتمدة من قبل مثلا الحكومة، من قبل الجهات المعنية، بس اليوم نشوف احنا حتى التجارة الحين دخلت في أفراد أشخاص، يعني ما عندهم تجارة معينة، أو مثلا يعني مثلا بعض المأكولات، المشروبات، الملابس، صار الحين منافسين حتى. يعني هذين لهم رقابة معينة، يعني لهم شروط معينة، ولا أنه للحين ما في أشياء تحد من؟ والله لحد الآن ما في يعني قانون معين يعني يلزم الناس، ولكن أنا يعني من رأيي أن هذه التجارة بالعكس تشجع يعني الفئات الصغيرة اللي توهم بادين. صحيح، وخصوصا أن كذلك الدولة اليوم وفرت يعني لأصحاب المشاريع الصغيرة، وفرت لهم الدعم، سواء كان من خلال مثلا إقامة مشروعات صغيرة لهم مثلا في منازلهم أو أماكن معينة، المشاركة كذلك في المعارض والمهرجانات، وتكون عبر شروط، في شروط في رقابة يعني من هذا. صحيح. أيوة، أن يكون يعني مثلا السلعة وهذا، وإذا حد اشتكى عليهم ممكن يعني يون حاسبونه. طيب صحيح، لأن الأمر قانوني. يعني إذا تكلمنا عن الشروط والمعايير يعني في إبرام العقود مثلا ما بين الشركات اللي تتعامل إلكترونيا مثلا. صحيح. في هذا المجال طبعا العقود الإلكترونية لا تختلف عن العقود العادية من حيث أركانها وشروطها والأثر المترتب عليه في المسؤولية، هذه نفس العقود العادية. اللهم الشكل فقط. أيوة، شكل الإبرام هنيها. طبعا البائع يعني يحط لك السلعة. نعم. ويعرضها. نعم. يعرضها أن مواصفاته من قبل المشتري هنيها. نعم. يقبل هذا الشيء. نعم. فهني يبادر، هني تكون وسيلة اتصال بين. نعم. البائع والمشتري، المشتري حاب يشتري هذا السلعة، فتكون هناك مراسلات إلكترونية. نعم. وهني تبرم الصفقة. نعم. ولكن في الأثر القانوني نفس الشيء. أيوة، ما يختلف. نعم. طيب اليوم بعض الأشخاص مثلا يمكن ما عندهم خبرة كافية مثلا في مجال التسوق الإلكتروني أو العقود. صحيح. الإلكترونية، ممكن أن يروحون لأي شركة حتى لو كانت مثلا يعني نصب أو احتيال مثلا، وهذيل الأشخاص يعني مثلا يشوفوا وين الشخص هذا، شو اللي ما يعرفه، وين نقطة ضعفه، من خلالها ينصبون. صحيح. عليه. فاليوم الشخص شو الأمور اللي لازم أنه يعرفها قبل لا يسوي أي صفقة، يكون حريص فيها حتى ما تكون ثغرة للشركات النصب والاحتيال؟ اليوم مثلا أنا بعطيك مثال، أنه في شركة للمواد الأغذية. نعم. مثلا ففي إعلانات مواد أغذية، أنت عرضت هذه الشركة ببيع منتج مختلف عن المواد الأغذية. نعم. مثلا مواد للسيارات أو إطارات. نعم. فهني الواحد يكون في توعية. نعم. أنه عارف هذه الشركة يعني مكتوبة للأغذية أو المنتجات ثانية، فجت وبتبيع لك أو عرضت عليك منتج ثاني يعني يختلف. صح. عن هذا، فالواحد يكون في وعي يعني. نعم. قبل ما يدرك هذا الشيء. نعم. يعني وبخصوص الدفع هنيها، بحالة الدفع نشوف منو مستلم هذا اللي كنا بنسأله. نعم. يعني أن اليوم يطلبون منك في بعض المواقع مثلا رقم البطاقة مثلا الائتمانية، وفي أرقام مثلا سرية، في أرقام خلف البطاقة، معلومات شخصية، معلومات يعني عن البطاقة. صحيح. اليوم كيف إحنا نقدر يعني نسمع عن عمليات القرصنة وأن يأخذون. صحيح. البطاقة ويستخدمونها، كيف نتأكد يعني إن وهذا شيء يعني في بعض المواقع بشكل رسمي يعني موثوق فيها، المواقع اللي إحنا ما نعرفها ونبغى نشتري منها. صحيح. ما نعرف مصداقيتها، يعني كيف نتفادى اليوم؟ يعني والله الحمد يعني الشراء في المواقع الإلكترونية كثيرة بالنسبة لهذه يعني المعاملات، يعني لو شوفون النصب والاحتيال أقل من. أيوة. نعم. فهنيها إلا في حالات فردية معينة. نعم. يعني الواحد يدش في موقع
يعني مثلا يعرض منتجات غير قانونيه، فهني بسهوله انك تتعرض يعني بالمنطق يعني ايوه بسهوله انك تتعرض يعني فهني في بيانات البطاقه او البيانات الشخصيه ما تعطيها لاي حد، وهناك جهات متخصصه يعني بحفظ هذه البيانات، مثل عندنا البنوك اليوم يوم بتي بتعطي حد النمبر يعني رقم البطاقه في OTP يعني one time password يعطيك بيطرشك على التلفون الباسورد تمام خلال 10 دقائق تدخله في مكان هذا وشوفون مدى مصداقية يعني هذه الشركة ولا فهذه كلها أشياء تأمينية يعني أمن الواحد أيوه صحيح. طيب شو عقوبة الشخص اللي ما يلتزم ببنود العقد؟ هنيها في بنود العقد يسري على القواعد العامة بالنسبة لقانون الالتزام وقانون المعاملات سواء المدنية والتجارية. فهنيها حين يقوم المشتري بشراء سلعة أو بضاعة من البائع وتأخرت أو جت ما تخالف هذا الشروط غير المواصفات أي غير المواصفات ممكن مواصفات مختلفة عنها فهني يلجأ إلى في جهات قضائية تمام يلجأ إلى المحكمة ويطالب برفع دعوة مطالبة وتعويض عن الضرر اللي لحق به. فهنا في المحكمه فعلا ياخذ حقه من هذه الناحيه هو التاخير يعتبر يقدر بعد اذا التاخير هذا من استلم بضاعته لكن التاخير هذا اذا انا انضريت من هذا التاخير هل من حقي اني انا ارفع مثلا هنا اذا انضريت يعني هنا ننظر الى الشروط في العقد نعم. هل في مده ايوه مده معينه بوصول هذه السلعه ام ما ذكرنا يعني خلال بين وبين فإذا في مدة معينة نعم الواحد المفروض البائع يلتزم بهذه المدة وإذا ما التزم ممكن ترفع دعوة عن الضرر اللي لحقك بالتأخير الحين احنا نشوف في وسائل التواصل مثلا في الانستغرام أقل تقدير يعني شخص معين أو في رقم حساب أنت ما تعرف مصدر هذا الحساب صحيح. يعني تشوف صور به فقط لا في عقود لا في أصول لا صح. في شيء في معظم والمنتجات متنوعة أدوية على أدوات تجميل على أكل على كيك على سيارات على كذا يعني أنا اليوم أنا تعاملت مع هذا الحساب واشتريت عن طريق هذا الحساب وأنا انضريت هل من حقي أني أشتكي ولا هذا غلطتي أنا أني أنا ما رحت لا من حقك يعني. تشتكي من حق أي شخص تعرض لحالة النصب أو يعني بخلاف ذلك يعني حالة النصب أو مغاير بهذا من حقه أنه يشتكي سواء مدني أو جزائي فالواحد يفرق بين هذا هل أن الشخص هذا موجود انتحل صفة الغير أو أصلا صفة كاذبة وأصلا المنتج مش موجود هني يندرج تحت البند الجزائي أما إذا فعلا السلعة موجودة ولكن ليست مطابقة لها فيندرج يعني للمدني ممكن يكون غش تجاري يعني مثلا أيوة من هذه الناحية هني هذا الشخص يعني انت كمشتري تعاملت مع بائع ممكن انت عارف ان ممكن الجوده ما تكون نفسها صح. فهذه شويه تكون طبعا يلعبون في في في, في الاعلان يعني صح. في الصوره مجرب 100% ووحده تقسم ان هذا أيوه. المسحوق سوى كذا هذا كذا هذا كذا فانت الكلام ياخذك بحس النيه يعني حاب تجرب فانا اقول لك تقييم العملاء هي الدين نعم. يعني نعم طيب جمال تكلم عن نقطه عن بعض الاشخاص اللي يروجون لمنتجات معينه طيب الاشخاص اللي ما عندهم هذا المنتج او الاشخاص مثلا اللي يحاولون من خلال مثلا وسائل التواصل الاجتماعي استغلال الجانب الانساني صحيح. للاشخاص من خلال جمع التبرعات مثلا من خلال كثير من هذه الامور والناس تروح وتساعد وكل شيء فاليوم كيف ممكن يستردوا حقهم يعني في حال مثلا تعرضوا لهذا النوع من النصب اليوم يعني هناك مفارقة قانونية يجب على يعني الشعب هنيها ان يعرفوا ان في حالة يعني اذا احد الاشخاص لم يلتزم بالشروط هنا لا تكون حالة نصب لما يلجأ للمحكمة المدنية أما إذا نفس ما خبرت قلت أن في حالات احتيال وحالات انتحال صفة الغير وبيانات كاذبة فهني الدولة نزلت قانون رقم 5 لسنة 2012 وهي مكافحة الجرائم
إلكترونية. أيوة، فهذا يعاقب بعقوبات مغلظة ويعني مشددة جدا. طيب أخو راشد، يعني إحنا نصيحة أخيرة نبويها منك قبل أن نختم ياك الله يسلم، يعني نصيحة للناس كيف ممكن يتسوقون عبر المواقع الإلكترونية؟ والله أنا بالعكس أشجع التسويق عبر الها، ولكن الواحد يحط حذر واحتياطاته. ممكن يتعامل مع البنوك يوفروا لك مثل النقود الإلكترونية. نعم. تمام، فممكن يعني قيمة البضاعة يحطها في هذه النقود ويشتري يعني عادي. تمام. نعم. ولكن الواحد يحط حذره. نعم أكيد الحذر دائما مطلوب. كل الشكر على وجودك بين أستاذ راشد بن سويدان محامي واستشاري قانوني في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. شكرا جزيلا.